يسعد صباحكم مشاهدينا، صباح الخير والعافية عليكم من وين ما كنتوا تتابعونا. خميسكم فلة وإحنا وياكم اليوم بنهاية أو حلقة نهاية الأسبوع من صباح الشرقية، ومثل ما عودناكم مواضيع مختلفة بانتظاركم. اليوم رح نحكي شلون تتعاملون مع الصداقة والخصام إذا كانوا ناس مقربين منكم، ومواضيع أخرى كثيرة بانتظاركم. ولكن بالبداية نصبح على سفيان. يسعد صباحك. صباح الخير تملة، وصباح الخير لكل مشاهدي قناة الشرقية وبرنامج صباح الشرقية، وخميس سعيد أتمناه للجميع. مباشرة ندخل للعناوين حتى بعدها نناقشكم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. القلوب الصافية والنوايا الطيبة هي أساس تكون الصداقة الحقيقية، ومن هذا الموضوع طرحنا سؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم: هل أثرت الصراحة والصدق على علاقتك بين طرفين عزيزين عليك من خلال موقف حدث بينهم، أم تجاهلت الموضوع واعتبرت بأنه من شأنهم الخاص لكسب العلاقة وعدم خسارتك أحدا منهم؟ العوامل اللي تأثر على اختيار المكان الأنسب لإقامة حفلات الزفاف، هذا ما حنتعرف عليه مع منسقة الديكورات والمناسبات رنين الدوري. محافظة دهوك، الشجاعة والجرأة جعلت بلال يهوي تربية الحيوانات المفترسة منذ الصغر. أما أخبارنا المنوعة لهذا اليوم، فرجل يحول طائرة إلى مسكن يأوي السياح في ولاية ألاسكا الأمريكية، فما القصة؟ ومدونة سفر أمريكي يتمكنان من عبور ممر مائي غرق فيه مئات السفن سابقا. أما باقي التفاصيل حنتعرف عليها بحلقة اليوم. إذن من العناوين رح ننتقل إلى سؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم، اللي هو: هل تقول رأيك بصراحة أثناء حل خلاف بين صديقين؟ هذا الشيء هم وين حيجاوبونه على السوشيال ميديا وعلى الانستغرام الخاص بقناة الشرقية. أكو بوست مخصص لبرنامج صباح الشرقية ولهذا السؤال، جاوبونا عليه حتى نقرأ آراءكم وتعليقاتكم في داخل حلقتنا لهذا اليوم. صباح الخير من جديد لكل مشاهدي الشرقية وبرنامج صباح الشرقية. وتملى يعني اليوم موضوعنا مهم جدا، واعتقد من المهم انه نحكي بهذه المواضيع، اهم شيء الصراحة بين الاصدقاء. صح يا سفيان. طيب، رب اخ لم تلده امك جملة تنطبق على اشخاص موجودين بحياتنا. احلى شيء بالدنيا لما يكون عندك صديق صدوق يحبك ويخاف عليك ويريد لك الخير دوما، ولما تخطأ يحذرك واحيانا يرشدك وينصحك، ومرات يختار قول الحق والصدق في سبيل بأن يكون صريح وياك ويوعيك، وهاي هي أساس قيم الصداقة الحقيقية. فعلاً يا سفيان، بس أحياناً ممكن الصراحة والصدق في علاقات الصداقة المقربة وبمواقف معينة بالتحديد ممكن تخلينا بمواقف محرجة، وأحياناً حتى تجعلنا نخسر الصديق، وهذا كله بسبب قول الحق واختلاف تفهم الموضوع ما بين شخص وآخر. لهذا نزلنا للشارع العراقي وسألناهم سؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم: هل أثرت الصراحة والصدق على علاقتك بين طرفين عزيزين عليك من خلال موقف حدث بينهم، أم تجاهلت الموضوع واعتبرت بأنه من شأنهم الخاص لكسب العلاقة وعدم خسارتك أحدا منهم؟ خلونا نشوف. اي اكيد الصراحه والصدق بصراحه، غير اني اذا دخل بموضوع اسوي له حسابات. يعني مثلا موقف صار عندي صديقات اثنين هم عزيزات علي، اثنيناتهم صار بيناتهم مشاكل، لا قدرت اوقف ويا الاولى ولا ويا صديقتي الثانيه، فهذا بهذا الموقف اني اقرر الانسحاب حتى لا اخسر الاثنين. بهذا الموقف بالنسبة للصراحة والثقة بيناتهم أنا حخسرها، يعني على مود أكسب صديقاتي ما أتدخل.
هي أثرت ومو ما أثرت، بس أني بذكائي قلت لك إياها حاولت ألم الموضوع، ألمه ليش؟ لأن الصراحة والصدق يعني ما أثر على صداقتنا. صار موقف ثاني؟ إيه صار، حاولت أنا قلت لك يا حاولت لميت الموضوع، لأن هم اثنيناتهم هم عزيزين علي زين، وأهم شيء أهم شيء بالعلاقة الصدق. صدق مثل شيء أمانة أعطيك إياه. والله لا يعني ما المفروض أجال الموضوع على اعتبار إنه الشخصين تعزهم أو مقربين منك، فتحاول تحل الموضوع بكل ودية، ممكن يتأثر على الشخص المقابل فيصير الموضوع سهل نوعا ما. ما طبعا هواية أكو مواقف يعني تكون بيها صريح ممكن تخسر طرف، أو مرات لازم تجامل على حساب شخص آخر، بس مو معناها إنه تنسحب حتى لا تخسر الطرفين، فيكون الموضوع ودي تأثر على المقابل. يعني مو خسرتهم يعني نوعا ما أنه صارت في اليوم يعني سوء تفاهم بين أصدقاء اثنين عزيزين عليه. تعرف كل طرف مشكلة بيها حق وبيها باطل، فأني وقفت ويا الطرف الحق، الشخص الثاني مو أنه هو باطل وإنما يظن أنه هو صحيح، بس أنا أنه من زعل انه حاول يزعل انه جيت وقلت له بينت له انه هذا ترى هيك وهيك، انه احنا كنا اصدقاء وكنا اخوان، فلازم انه هذا يكون الحق، يعني انه ابين له على المود انه يتنازل للحق او يعني يمتثل للحق اكثر، يعني لا يكون متزمت انه بالشيء الباطل. واكو كثير من العلاقات نوبات يعني انه من تكون يعني صح اكثر انه صريح اكثر، انه يحاول الطرف الثاني يقول له انه انت شلون يعني مثلا بعتني نوعا ما، او يعني ليش توقف ويا سين من الناس وتتجاهلني، يعني هم انا صديقك واخوك، بس احنا لازم انه يعني انه قدر الامكان نكون ويا جانب الحق اكثر من الباطل. لا ما أثرت، لأن أنا كانت تدخلاتي يعني بشكل عام كانت يعني تدخلات إيجابية مو سلبية. أنا يعني أبتعد عن هالمواضيع، لكن من أرد أشوف وصلت للزعل فد نوب يعني أتدخل، أما إذا كان الموضوع يعني هامشي على برا ما أتدخل، بس إذا الموضوع قوي لا أتدخل، بس أتدخل بشكل إيجابي يعني ما أروح على الطرف الغلطان وأقول له أنت غلطان، وأروح على ذاك أقول له أنت مثل هيجي وتتوتر بيناتهم الأمور، لا نحاول نقرب وجهات النظر والله يصلح الحال بعدين يعني. نعم أثرت هو يعني كان عندي صديقين على أثر خلاف مزاجين، فحاولت أتدخل أتفاهم الموضوع، عشان تعرف الصراحة الموضوع عند اللي سبب الزعل، فأحكيت الحقيقة والطرف المقابل زعل. والله حاولت أراضيهم وأصارحهم يعني إنه هاي الحقيقة، مفروض ما يزعلون كلام الحق ما زعل، بس صار اللي صار يعني. هو دائما هاي تأثر دائما تصير يعني بعد الأصدقاء وخاصة المقربين، بس أنت لازم يعني تدارك هذا الأمر، وكل واحد وعقليته شلون يعرف إنه يقرب هذول الأصدقاء حتى إذا على حسابك الشخصي، حتى إذا أنت تتأثر أهم شيء لازم تقرب هذول الاثنين. إيه يصير دائما هذا الموقف يعني على مرور هاي السنين لازم الواحد يدخل هاي التجربة، فدخلت أنا هاي التجربة بين أقرب الأصدقاء لي، فأني ما أحاول إنه أفرقهم حتى على حسابي الشخصي، أحاول أتأذى أني، بس أهم شيء أكون أقربهم هذول الاثنين. أول شيء إنه هاي تجيك حتى عند رب العالمين هاي كبيرة، وتحب إنه نشوفهم سوا، إحنا نحب نشوف هاي الناس دائما سوا. إيه طبعاً بعض الأحيان تعرف الحياة كل شيء تمر بيها، فتمر مشاكل بين الأصدقاء فترات يعني معينة، فلازم أنت تكون طرف محايد بين الاثنين حتى تحافظ على نوع العلاقة اللي بيناتهم، وتكون يعني طرف إيجابي، تكون إيجابي للطرفين يعني مفيد للطرفين، ودائما تسعى للصلح أكثر من يعني الشر. وتعرف بعد الصراحة والصدق شيء مهم، شيء مهم يعني الصراحة دائما تكون جارحة، والحقيقة يعني ما حد يتقبلها ببعض الأحيان، تعرف ساعة العصبية وساعة يعني يكون شلون يقولوها هن الشيطان شاطر، فكل من يفكر بطريقة انتقامية، فأنت لازم تكون هذا الشيء اللي يهدئ الوضع ويهدئ الجو بيناتهم.
يعني موضوع شائك ومن العراقيين اختلفوا عليه البعض، واغلب العراقيين هم يكونون يعني ما يحبون يسوون مشاكل، يقولون فشي للناس تريد تسمعه خاصه ويا الاصدقاء. انتم ايضا تقدرون تشاركونا برايكم على السوشيال ميديا الخاصه بنا، على الانستغرام الخاص بقناه الشرقيه والبوست المخصص لهذا السؤال. بس قبل ما نقرا تعليقاتهم، يعني ما اعرف انا شخصيا اذا خاصة اصدقاء ومو اصدقاء، اذا تسالني رايي حقول لك رايي بصراحه، ما تسالني رايي ما اعطيك اياه. فيعني اذا اكو مشكله بين اثنين، اذا جيت وقلتوا لي بانه انت من تشوف غلطان، اقول يعني انا حقول الحكي الحقيقي. اذا من يطلبون رايك او انه ما اجامل ساعدنا او انطينا رايك بالموضوع تدخل، بس اذا هيك بغير موضوع ما تتدخل. لا بس اذا صارت صراحه قدامي هيك واني اريد اقول يعني اقدر اتدخل بطريقه، بس ما اهم شيء مستحيل اقول كذب لحساب احد على حساب احد ثاني، لانه هذا الموضوع حي بعدين هم يصالحون واني اوقع بهم بالاخير. فكره على المدى البعيد اني اقول انه حلو واحد فكره انه يكون عنده الصلح او يحاول يصلح بين اثنين، بس فعلا لها قواعد يا سفيان او امور لازم نراعيها. الوقت المناسب، هل هو ممكن يتدخل بشده الحوار بيناتهم هم وغضبانين، او يحاول ينتظر انه يهدون، وهل يحاول يحكي بطريقه انه يكون جميل العبارات ويكون ينتقل الكلمات بشكل يكون حذر، يعني ممكن يذكر المحاسن وشغلات الايجابيه لكل الاطراف، وممكن يستخدم الكذب في حال يحب يهدي عكس يعني كلامك سفيان. حسب الموقف، كل واحد هو يتحمل اكيد مسؤوليه الموقف اللي تبعه. ايضا خلينا نقرا من التعليقات الموجوده. ملاك تقول ما اتدخل اصلا، كل من يحل خلافاته بالشيء اللي يشوفه، خاف اقول رايي والنوبه هم يتصالحون واني اصير الموخوش. هي صار هو الصراحه يصير فعلا كثير هذا الموضوع يتكرر. ايضا مروه تقول اني احب احل ممكن بين شخصين مقربين مني، ولكن اكون ذكيه واحاول حذره ما أتدخل هواية. أيضا أشوف هواية ناس حذرين بهذا الموضوع أنه يحاولون ما يتدخلون حتى ما يكون الموضوع ينقلب عليهم مثل ما ذكرت سفيان. بس أكو ناس يعني إذا دخلوا يقولون صراحة، مثل تانت شكرية، يعني خالة شكرية يجوز تقول أنا في كل وقت بقول الصراحة. حلو، هي هاي منها ترى مشكله مرات لما الواحد دائما يقول الصراحه. طبعا الحق مرات يجرح والله الحقيقه ما يحبوها الناس. طيب خلينا ننتقل لضيفتنا في الاستوديو، واليوم حنحكي على الاعراس. حفله العرس هو اليوم اللي يترقبه اي شخصين مقبلين على الزواج، فهم يقضون ايام واشهر في سبيل التحضير له من اجل خلق اجواء جميله ومفرحه والاحتفال به بطريقه مميزه وفريده، بحيث يبقون يتذكروا طول ايام حياتهم. هذا اللي يجعل العديد من العرسان يحتارون في كيفية اختيار مكان إقامة العرس وتنظيمه وتحديد الميزانية المناسبة إليه. اليوم كل هاي الأمور راح نتعرف عليها أكثر مع ضيفتنا اللي تواجدت ويانا بالاستوديو، منسقة الديكورات والمناسبات رنين الدوري. رنين صباح الخير. صباحش رنين. صباح الخير رنين. اليوم احنا نحكي بموضوع حابين تشاركينا به. ممكن من خلال الموضوع فعلا من خلال شغلك وعلاقاتك، تشوفين ممكن ناس يدخل يعني يكون بيناتهم مشكله او خلاف، فشلون تحبين تتعاملين ويا هيك موضوع؟ هل تتدخلين او لا بس تتفرجين عليهم؟ شوفي، هو يعني انا بالنسبه لي ابدا ابدا كلش ما احب اتدخل. حلو. اكون بعيده يعني، بس اذا انطلب من عندي انه اتدخل بهذا الوقت حسب الاشخاص. يعني إذا كانوا قريبين من عندي ممكن إنه أتدخل ويعني أحاول إنه أهدي الموقف. بس إذا مو قريبين إلي، وخاصة إذا أنا ما أعرف الأطراف يعني عن قرب وأكون يعني عارفة طباعهم، هاي أبداً لا. ما تخاطرين وتتدخلين؟ لا أبداً. زين زين، إحنا ما لازم ندخل بعدين بالمواضيع، بس هذا الموضوع حمود، ما جويش مرة إذا تنسقين عرس لاثنين وتعاركوا قدامك وشهدوك؟ شو تسوين بهاي الحالة زين؟ لا مو هيك، بس ممكن يعني مو العرسان يعني هم نفسهم. العروسة والعمة. العروسة يختلف رأيها عن الأهل العريس وهاي، فأحاول إنه دائماً يعني أرتب الأمور وأرضي الأطراف كلها. زين رنين، اليوم بدنا نحكي احنا على مناسبة العرس، شلون ممكن تكون ثيمة العرس والتنسيقات والألوان. بدنا نشوف اليوم هواية اكو اوبشنات وهواية ألوان، الستايل مختلف يعني والأذواق، فاليوم شلون ممكن انت تساهمين بتنسيق ومساعدة العرسان باختيار الألوان المناسبة لعرسهم؟ هو بالبداية من يجوني العرسان اثنيناتهم او ممكن بس العروس تجي، فاسالها انه يعني المكان اللي راح تسوي، عدد الاشخاص اللي موجودين. نعم. يعني ممكن يكون عرس كبير، ممكن يكون مختصر على عدد يعني على عائله يكون. نعم. المكان كلش مهم وضروري، لانه حتى اعرف شنو اقدر اسوي لهم.
وايضا الامكانيه يعني الميزانيه اللي هم محدديها لهاي الحفله. فاكو هوايه امور يعني تقيدني اللي هي الميزانيه، المكان، عدد الاشخاص، المرات، واخر شيء يلا ابدي احكي بالاشياء اللي هم حابينها. مثل يعني تبين تسمعين منهم اول شيء او تعرضين عليهم ممكن الاوبشنات الموجوده الحديثه مثلا؟ لا انا اول شيء اسمع من عندهم الميزانيه، المكان اللي حابين هم يسوون به، ومرات اكو يجون ما يعرفون وين يسوون يعني فاسال على عدد الاشخاص اللي هم يعني مقررين انه يدعوهم. والاهم شيء عندي الميزانيه تحكم هواية امور. هي يمكن الميزانيه من تكون كبيره جدا تكون تقدرين تاخذين راحتك باختيار الورود الالوان وغيرها. صراحه في بغداد ما عرفت ملاحظه في العراق بشكل عام بدت الاعراس يعني يتنافسون في مدى رقيها وجمالها والورد الطبيعي اللي يحطوه والقاعات وغيرها. بس يعني انت برايك منسق الاعراس مدى اهميته في انجاح العرس؟ لان هواي ناس يقول لك انا جايب ميزانيه، عندي ميزانيه كبيره، انا اسوي احط الورود بكيفي والالوان. لا اكيد ما راح، مستحيل يعني راح يقدر، لانه اول شيء مثلا راح يكونون يعني هاي بالبدايه راح يكون العريس والعروسه ملتهين بغير امور واهلهم كذلك. فاكيد لازم يكون اكو منظم، اكو شركه خاصه تنظم لهم هاي الحفله، خصوصا اذا كان هم حابين يسوون فد شيء يعني كبير ويعني به هواي تفاصيل. فاكيد لازم يكون اكو منظم، والمنظم يلعب دور كلش كبير من ناحيه التنسيق، الالوان، الاختيارات، الوقت، المواد، نوعيه المواد، فهوايه امور يعني يحددها ضروري بها الشخص اللي ينسق الحفله. اكيد. حلو. زين رني، شلون ممكن تتعرفين على الاذواق الاشخاص اللي يجون عندك؟ يعني الارسان خصوصا ممكن تكون اراء مختلفه، ممكن هم يشوفون شيء حلو انت تشوفيه لا مو مناسب، لا كمكان، كتنسيق عام، ممكن شيء خارجي داخلي، شلون ممكن توفقين بين هذه العوامل؟ طبعا هذا اكثر شيء احنا نعاني من عنده. يعني بالنسبه لي مثلا يشوفون فد صوره بمكان معين وحابين الديكور اللي بهاي الصوره ويريدون نفسه، مثلا هم مختارين المكان والمكان هذا يعني مستحيل راح ترهم بهذه الامور. فهذا اصعب شيء عندي انه اقناعهم هذا الشيء ما راح يصير حلو بهذا المكان، او هاي الالوان ما راح تصير حلوه بهذا المكان. يعني تقدمين لهم نصيحه حتى لما هم يجيبوا لك فكره تقولي لهم مثلا هاي الفكره قد لا توالم الاجواء اللي انتم طالبينها. لازم طيب تكون صريحه يعني. اي تكوني صريحه لانه هذا بالاخير اني اذا اسوي الشيء اللي هم يعني شوف هم بالاخير ما راح يعرفون اكو فد امور احنا نشتغلها هم ما راح يكونون فاهميها. صح. بالنسبة للمساحة، بالنسبة للمكان إذا كان إندور أو أوتدور، بالنسبة للألوان، بالنسبة حتى الفصول، يعني هاي كلش ضرورية. أنت تشوفين المنظر من بعيد كبرودكت كامل مثلاً شلون حيكون هذا العرس؟ طيب أنت حكيت عن الميزانية وقلتي ما الميزانية مهمة جداً في أي تخطيط لأي عرس. طبعاً. قولي لنا بالأرقام من ايش قد الى ايش قد من الممكن الواحد يصرف على عرس يتم التنسيق بشكل جيد هذه الاشياء، وشلون تنصحين الناس ينسقون موازنتهم ميزانيتهم ايضا للعرس؟ بالنسبه للارقام يعني صراحه ما اقدر انطي رقم، لانه اكو ناس يعني تختصر العرس بطريقه يعني صراحه حلوه. يعني انا اشوفها حلوه، يعني انا مو من جانب الاعراس اللي يكون بها اوفر يعني اوفر شو وبذخ وما اعرف هاي الامور، لانه اكو شغلات المعازيم او اللي جايين او حتى العرسان هم نفسهم ما راح يشوفوها. اكو هوايه شغلات تصير ما اعرف يعني اشوفها انه هاي زياده. فتبدي من يعني ما اقدر احدد سعر. لا اوفرول يعني اعراس اللي انت شاركتي بيها مثلا مو بس الديزاين اللي انت تصمميه. يعني اكو اعراس يعني فوق ال 100,000 دولار يعني انه مكلفتهم. فليش يعني ما اعرف انه اشوف هذا اليوم واحد حتى لو كان هو يعني هذا اليوم من العمر وما اعرف شنو، يعني ممكن انه استغلها بطريقه مثلا هذا المبلغ ممكن انه استغلها بطريقه اسهل واقل واحلى يطلع. وخاصة إذا أنا كان عندي يعني ناس مو هذا العدد الكبير. ممتاز. رنين طبعا احنا نحكي على الحفل والمعازيم والتفاصيل، طبعا اكو فد يكون جدول زمني معين لهذا الحفل، فشلون ممكن نضمن انه هذا الجدول الزمني يصير بسلاسه بدون تاخير بدون انه كل شيء يكون بوقته؟ شنو الامور اللي لازم يعني عليها؟ اول شيء من يجون يسالون
اسال على التاريخ وانه شو وقت، لانه هذا يعني التاريخ كلش ضروري، يعني اقل شيء يكون عندي فد اذا كان عرس ويعني بتفاصيله هوايه من تزيين ومن ديكورات داخل القاعه من اكل وهاي الامور. نعم. يعني اقل شيء احتاج فد شهر يكون اكو عندي يعني وقت لحتى انظم كل شيء، لانه شوفي اكو هوايه من العرسان على غفلة يخابر غير رأيه بموضوع بطل يعني له؟ لا يغير رأيه بموضوع مثلاً يختار في الديزاين معين أو لون معين وبعدين يغير يعني، فهاي أنا يعني كلش أكون خالة وقت حتى أنه أقدر أغير لهم أنه أكون وياهم عرفت؟ يعني أنه ما أقول لهم لا وخلاص وهذا اللي أنتوا اختاريته، لا أكون وياهم سلسلة حتى أنه يكون عندي وقت. طبعاً وهو رسالة من الناس إذا تريدون تخططون لهيك حفلات يعني دائماً سووها من وقت ولا آخر لحظة حتى يكون لازم. عندك الحرية في تغيير رأيك في بعض الأشياء إذا ما عجبتك. يكون تنظيم أكثر وقت أكثر أنه ممكن نتلافى شغلة خطأ أو نلغي شغلة نغيرها نزيد، فيعني الوقت مهم. يلا نتمنى الأعراس سعيدة للجميع. منسقة الديكورات والمناسبات رين دوري، شكرا جزيلا لك. شكرا غني نورتينا. إذا المشاهدين نذكركم بسؤالنا التفاعلي، هل تقول رأيك بصراحة أثناء حل خلاف بين صديقين؟ خلونا نقرأ بعض من تعليقاتكم الموجودة على الإنستغرام. أحمد يقول أنا أحاول أدخل بس بطريقة خفيفة وبصيغة تكون لطيفة غير متكلفة حتى ما أزعج الطرفين. حلو. أنا لاش عليه أول تالي كل خلاف يصلح أكون طرف مصلح بس، يعني أوكي. بأنه هي تشارك بس بأنه إذا أهمنا يمكن نطلب من عندها هذا الموضوع. صح حلو، يعني واحد أيضا يحترم الخصوصية الموجودة. إذا المشاهدين راح نروح نشوف تقرير مميز عن شخص جدا جريء. مؤخرا أصبحنا نشهد وجود العديد من الأشخاص اللي يميلون إلى اقتناء الحيوانات المفترسة، فبالرغم من أنها هواية خطرة وقد تشكل تهديدا كبيرا لمن يقتنيها، إلا أن هناك شاب وجد من هذه الهواية متنفسا له وفسحة للاستمتاع مع الحيوانات، فقد بدأ بلال بتربية الحيوانات المفترسة كالدببة والأفاعي والذئاب والفهود وحتى الأسود منذ الصغر، والآن يعتبرهم هم رفاق يفهمون ويبادلون المشاعر. فخلونا نتعرف على مسيرته في تربية الحيوانات المفترسة عبر التقرير التالي من محافظة دهوك، وراجع لكم. شغلتي بس يعني أربي الحيوانات الوحشية مثل الأسود والنمور والضباع الدبب، هاي الحيوانات الوحشية ذئاب. أول شيء كنت أشتغل على الحديقة شغلات إدارية، فبعدين حبيت هاي الشغلة يعني مال أربي الحيوانات من صغار. هاني كنت بال سنة 2013 ربيت أسود تقريبا اثنيناتهم كبروا صاروا هواية يعني كبار وأليفين، أطب يامهم عادي، كان شغلة كلش غريبة هنا، لأن أول واحد كنت أسوي هيك شغلة. هو الشغلة أنا حبيتها من كنت أشتغل هنا، ردت أربي الحيوانات ومنهم أصغر فربيتهم وشغلة ناجحة الحمد لله بالتعليمات وهاي من خبراء، فتعلمت هسه أنا صايرة شغلة عادية يعني. مرات يعني من تتشاقى ويا الأسود والنمور هم يعني عندهم خرامي شوية شوية يعني ما يوجعون هواية، بس يعني ملابس مرات يشقون مرات يعني النفس خربة شوية، بس ماكو شيء الحمد لله يعني. والله الناس تحب واحد يفوت على الحيوانات، مرات يجون يسألون يقولون ليش ما تطب هسه تعاد طب احنا هم نجي يمك حتى تطب، وهاي يعني يريدون العالم هم يريدون هيك شغلة. مرات يعني اذا ما اجي يعني هم يشتاقون أنا أشتاق لهم، يعني حيوانات
الواحد من يتعود عليهم كلش يصير عنده صبر، يعني يوميا لازم يشوفهم. الأعمار الحيوان الطبيعي نقول الأسد بالغابة يقدر يعيش عمره يوصل لحتى 15 سنة، بس بالحديقة الحيوانات يوصل عمره إلى 20-30 سنة. والسبب يرجع لأن الحيوانات المفترسة تفترسة من يصير شوية يعني بالعمر كبير، أسنانه توقع ما يقدر يفترس، فإما الحيوانات تفترسها يا إما يموت من الجوع، ما يقدر يأكل اللحم والطعام ما له لحم، يعني ما يقدر يأكل غير شيء. بالأسبوع 3 مرات لحم عجل كامل يجيبونه يذبحونه ويقطعونه وكل واحد ينطي حصته، و4 مرات دجاج، لحم دجاج يجيبون يشترونه. بس يعني الأسد والنمور يأكلون هواية أكثر من الحيوانات الباقية، يعني أغلبية تروح لهم. وعدنا ما شاء الله هواية أسود ونمور، يعني تقريبا 16 أسد و14-15 نمر. الأسد الطبيعي البالغ الذكر يأكل من 10-15 كيلو، هاي بالشتاء، بس بالصيف يقل شوية لأن الدنيا حار وما يأكل. إيه يختلف، الدنيا حارة ما يأكل هواية. صار عندي جرى يعني شغلة عادية صايرة يمي، عاد مو سنة وسنتين أشتغل هاي الشغلة، على موديتي صار يعني عندي جرى ما أخاف من الحيوانات الوحشية اللي أنا ربيتهم. الحيوان الوحشي يعني يهجم على أي واحد، بس بالوقت تقدر يعود عليه، تتعود عليه هو يعود عليك، يعني حتى يصير شيء يعني بيناتكم هو يعرف أنه أنت إذا هذا يهجم علي أنا هم أهجم عليه، يعني يعرف هاي الشغلات الوحشي. بس الأليف أنا يعني اللي ربيه من صغير، يعني هسه عندي أسود أنا مربيهم منهم عمرهم 20 يوم، من 20 يوم إذا تربي الحيوان يصير كل شيء أليف، حتى يعني ويا أي واحد مو بس وياه. الصقر هو حيوان، حتى مو أسد حتى مو حيوان وحشي، يعني أي حيوان إذا تربيه من هو صغير يتعود عليك، يتعود هو يعرف أنه أنت دا تنطيه الأكل ماله، دا تنظفه، دا تنطيه الشرب والأكل، يعني من هو صغير ويكبر يتعود يصير يحبك، يحب الناس. الاعتناء بالحيوانات بشكل عام جميل، بس صراحة ذني الحيوانات المفترسة يعني يفضل أن تبقى بمزارع أو شيء بعيد عن المنازل وبعيد عن الناس والأشخاص، لأن ما حد يقدر يتوقع شنو ردات فعل هذه الحيوانات كون طبيعتها العدائية اللي هي أصلاً موجودة بيها. بس هسه خلينا ننتقل لأخبارنا المنوعة اللي جهزنا لكم إياها لهذا اليوم. ولما يتبع الشخص شغفه في العمل فقد ينجز أشياء لا يمكن أن تخطر ببال أحد، وهذا اللي عمله مدرب الطيران في مدينة واسلا الواقعة جنوب وسط ولاية ألاسكا الأمريكية. فقد حرص مدرب الطيران جون كورتيليك إلى إقامة مشروع طيران فريد من نوعه في مدينة مشهورة بالمحميات الطبيعية والأشجار الخلابة والحيوانات المفترسة، وذلك من بعد ما أنشأ مدرسة طيران في ولاية فلوريدا. فقد انتهى به المطاف لتحويل طائرة إلى منزل يمكن الإقامة به هو وفريقه وحتى بعض السياح في ألاسكا، بعد أن وقع في حب المنطقة خلال إجازته اللي قضاها في المشي لمسافات طويلة وصيد الأسماك ورصد الدببة. فقد اختار جون كوجهة لإقامة مشروعه، ويمتد الموقع على مساحة تزيد قليلاً عن 100 فدان. فبالبداية بدأت الفكرة معه عند إقامة مدرج للطيران فقط،
من بعدها أقام بالإضافة الكبائن لإيواء الطلاب، ثم كبائن لإقامة السياح في الرحلات ذات المناظر الخلابة، وتم تجهيز المقصورة بأرضيات مدفأة وقضبان مناشف، حتى أنه وضع حوض جاكوزي في الجناح وشواية وكنبل الجلوس وسرائر النوم، وحقق حلمه بعدما تمكن من تحويل طائرة قديمة إلى منزل فاخر مثل ما نشوفها بالصور أمامكم بالفيديو الموجود بالشاشة. حلوة هاي، دا شوفاني هواية أفكار دي حولوهن بهالطريقة، فكرة فعلا مميزة وأني كلش تعجبني يعني أنه أعيش هاي التجربة. وأنت شنو رأيك؟ وخاصة لما يكون أكو هايكينج وياها، يعني هذا المشي لمسافات طويلة وتروحين بعدها تخلصوا بألاسكا وتجين تنزل مثلا بيتش فندق، تجربة رائعة فريدة فعلا. سفيان، رح ننتقل إلى خبر آخر. عندما يكون الشخص قلبه قوي ويحب المغامرات، هو بالأصل يكون مدون سفر، فحينها ستقوده الجرأة إلى المخاطرة وإنجاز مهام صعبة، وهذا اللي حرص على فعله مدونا السفر الأمريكيان لينا وديفيد ستوك، فقد تمكنا من عبور ممر مائي خطر يدعى نهر دريك 8 مرات خلال زيارتهما لقارة أنتاركتيكا، ويبلغ عرض نهر دريك حوالي 1000 كيلومتر تقريباً، ويصل عمقه إلى 6000 متر، وتصل ارتفاع الأمواج في هذا الممر المائي ما يقارب بين 3 إلى 8 أمتار، وهذا ما يجعله خطر جداً، فقد تسبب هذا الممر في غرق مئات السفن سابقاً، ويقع هذا الممر في خط عمودي بين الأمريكا الجنوبية وأيضاً القارة القطبية الجنوبية، وبسبب اختلاف درجات الحرارة وقوة الأمواج العالية تجعل السفن وكأنها داخل غسالة الملابس، ولكن مع تطور السفن الحديثة وتكنولوجيا الملاحة تمكن الثنائي من عبوره 8 مرات، وقال الثنائي بأنه يمكن عيش 4 مواسم مختلفة أثناء عبور ممر دريك، ورغم بأن التجربة قد تبدو مخيفة إلا أن ذلك يجب ألا يمنعك من خوض هذه المغامرة الرائعة. خليني أسأل سفيان شوف رأيه، هل ممكن يجرب عبور هذا الممر؟ سفيان يروح للفندق قبل شوية بألاسكا، نشوف سفيان شوف هاي بحر ونشوف شلون، ما مدى يبين شيء يعني، وأمواج عالية. قلت لك أنا أحب البحر والمي، هاي الأكتيفيتي مال المي وهيك أشياء، بس أنا أفضل الفندق مال ألاسكا، أروح هناك وأكو قاع بيها دفاية وأنا وياك بهذيك أحسن من ما أروح على السفينة ونغرق. أنا ما أحب أجرب هاي التجربة. إذا سفيان خلينا نذكر لآخر مرة مشاهدينا بسؤالنا التفاعلي، ما رأيك بصراحة أو تنطي رأيك بصراحة أثناء حل خلاف بين الأصدقاء؟ خلينا نشوف آخر التعليقات الموجودة. سفيان أوسي يقول لا الصراحة تزعل، لا ما تزعل الصراحة، صراحة حلوة إذا كانت يعني النية صادقة، إذا نية الصراحة صادقة، يعني أنت تقول هذه الصراحة وبنيتك بأنه أنت ما تجرح هذا الشخص تقول وتساعده، لا أنا أقولك توصل له بنية صافية. بالأخير سفيان نتمنى للكل أكيد أيام سعيدة بعيد عن الخلافات، والله يصلح بين أي شخص مختلف ويا صديقة. وبالأخير نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، ونشوفكم الأسبوع القادم بفقرات جديدة. باي باي. باي باي.